زواج امرأة ضغطت على زوجها ايوه بقضية انها تتطلق منه، وامام هذا الطلق القضية طلقها بكره وتزوجت بآخر، هل هذا الزواج الثاني صحيح؟ صحيح. القاضي الذي يتحمل الاثم، وهي تتحمل الاثم، لكن الزواج صحيح. القاضي هو هي عملت له قضية مش طلاق. أنا فاهم الكلام كويس، فاهم الكلام جيدا. هو أكره على الطلاق، حكم عليه بأنها طالق، عليها بأنها طالق. قد تكون ظالمة في حيثيات القضية، تتحمل إثم ظلمها. يعني قد تكون المرأة ظالمة في حيثيات القضية، فيقضي القاضي لها بالفراق. يقضي القاضي لها بالفراق. الفراق صحيح، الفراق صحيح. المشكلة ستكون مشكلة مادية بعد ذلك، لأن حتى لو طلبت الخلع، ما الخلع القاضي يطلق يخلع، لكن الكلام النزاعات في النواحي المالية تختلف، لا تبطل صحة الطلاق.